صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية. بداية وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أجرى أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة بودابست محادثات ثنائية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، لتتوسع بعدها المحادثات إلى جلسة عمل بمشاركة وفدي البلدين. وقد تركزت المحادثات حول سبل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية التي تقع في صلب اهتمامات سياستيهما الخارجية. وفي هذا السياق أكد أحمد عطاف أن زيارته تهدف أساساً إلى تأكيد التزام الجزائر بتوطيد العلاقات التي تربطها بالمجر والعمل على توفير عوامل وظروف نمو وتطور هذه العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام المشاورات أكد أحمد عطاف على التوافق البيني حول جملة من الخطوات العملية التي من شأنها تكثيف التواصل على مختلف المستويات، وكذا تنشيط آليات العمل الثنائي للرفع من قيمة المبادلات التجارية والاستثمارات البينية. عطاف استعرض أيضا جهود الجزائر تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات، لا سيما في كل من النيجر ومالي وليبيا. كما أكد التطرق إلى قضية الصحراء الغربية وضرورة دعم الجهود الأممية لإحياء المسار السياسي بغية تمكين طرفي النزاع من الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية. من جهته أعرب الوزير المجري عن رغبة بلاده في استيراد الغاز الجزائري، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة لرئيسة المجر السيدة كاتالين نوفاك إلى الجزائر بدعوة من السيد رئيس الجمهورية. كما شدد على ضرورة التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تؤسس لعهد جديد في تاريخ العلاقات الجزائرية المجرية. شكلت المباحثات التي جمعتني اليوم بزميلي معالي الوزير فرصة ثمينة لاستعراض السبل الكفيلة بتمكيننا من إعطاء حركية جديدة للعلاقات الجزائرية المجرية، حركية جديدة نريدها أن تواكب جهود التنمية الاقتصادية في بلدينا وأن تستغل ما يتمخض عنها من فرص وإمكانيات للتعاون والشراكة، وحركية جديدة نريدها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة المحيطة بنا دوليا وإقليميا وما تفرضه من تحديات على مصالحنا الجوهرية واهتماماتنا الوطنية الكبرى. وضمن هذا التوجه أكدنا على تطلعنا للزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر السيدة كاتالين نوفاك إلى الجزائر بدعوة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وعلى استعدادنا لمواصلة العمل رفقة الأصدقاء المجريين لضمان التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول معا إلى مخرجات عملية ونتائج نوعية. نحن اليوم نجدد علاقة دبلوماسية تقليدية عمرها أكثر من 60 عاما وتعود ل6 عقود. إن بلادي تدعم بقوة جهود الجزائر ومبادرتها الرامية إلى حل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري، كما نشيد بأهمية البعد الإقليمي لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون لأنها تعمل على معالجة إشكالية التنمية الاقتصادية في الساحل، كما نشيد أيضا بعديد القواسم والرؤى المشتركة بين بلدينا أهمها إحلال السلم والأمن إقليميا ودوليا.
دنت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي معبرة عن تعازيها وتضامنها مع هذا البلد الشقيق والجار في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليها آفة الإرهاب. وأكدت الجزائر مجددا قناعتها الراسخة بأنه من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية على أساس إرادة سياسية لا تستثني أي تردد أو تحفظ، يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب. كما أكدت الجزائر عن استعدادها الكامل للعمل مع مالي لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة باعتباره يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد الشقيق. هذا وارتفعت حصيلة الهجوم المزدوج الذي استهدف أول أمس منطقة بين غاو وتومبوكتو إلى 49 مدنيا و15 جنديا، فيما استهدف أمس هجوم انتحاري آخر منطقة عسكرية للجيش المالي بغاو. تحسبا للدخول المدرسي وبهدف توفير محيط تربوي نظيف لاستقبال التلاميذ والأسرة التربوية في أحسن الظروف، تتواصل عبر الوطن الحملة الوطنية لتنظيف المؤسسات التربوية والمحيط المدرسي تحت شعار مدرسة نظيفة من أجل أبنائنا. الحملة تشارك فيها الجامعات المحلية ومديريات ودور البيئة وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، إضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني والناشطين في مجال البيئة والكشافة الإسلامية الجزائرية. وضمن مساعي غرس ثقافة المواطنة والقيم الفاضلة لدى الناشئة، تتضافر جهود الفاعلين في هذه الحملة الوطنية لترسيخ مبادئ التربية والأخلاق التي تبثها المدرسة في أوساط المجتمع. وعلى غرار باقي ولايات الوطن، سخرت بالعاصمة كافة الوسائل لاستقبال التلاميذ في أجواء مريحة. أميرة مدحي. غرس القيم وتلقين النشء للمحافظة على البيئة تجلى في تنظيف المدرسة الابتدائية التي قام بها عناصر الكشافة الإسلامية تحضيراً للدخول المدرسي المقبل. جينا اليوم باش نديروا حملة تنظيف المدرسة تاعنا اللي ديجا قرينا فيها وحبينا نساهموا باش يدخلوا التلاميذ في جو مريح وملائم للمدرسة تاعهم. نحن مسرورون جدا لأننا نساعد البيئة وكلنا نساعدها، لست وحدي فقط فالجميع الكشافة. نظفت أنا هذه المدرسة باش كي ندخل لمسي تاعي نلقاها نظيف، وتاني نعطي رسالة للزملاء تاعي باش ما يوسخوش المدرسة ويخلوها نقية. 21 مدرسة هو العدد الذي شملته الحملة بالجزائر العاصمة لتهيئة محيط عمل نظيف للأسرة التربوية. تشتغل يعني أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية وأبنائها على مختلف النشاطات التي تساهم يعني بإيجابية وفعالية في إنجاح هذه الحملة الوطنية من خلال تنظيف وتزيين المؤسسة التربوية. توفير بيئة تعليمية مريحة يساعد الأساتذة على حسن تعليمهم للتلاميذ وتحصيل أمثل للعلوم. ووسط مشاركة متميزة للمتطوعين من التلاميذ وأوليائهم، جرت عملية تنظيف وتجميل المحيط المدرسي بولاية ولاد جلال. أجواء يرصدها رضا تبرمسي. شجرة ميتة تم زحزحتها بصعوبة من قبالة متوسطة برنعاء. الأمر كما ترون لم يكن ليتم بسلاسة دون تضافر جهود من حضر كبيرهم وصغيرهم. العملية راح تبقى مستمرة إلى حين القضاء نهائيا على جميع الشوائب اللي تشيب، سواء المداخل تاع المؤسسة التربوية وتعطي انطباع ودخول سلس وحسن الأولاد تاعنا إن شاء الله في برنعاء في بلدية شعيبة. الأمر لا يتوقف هنا، بل يتكرر المشهد نفسه في سيدي خالد والدوسن والبسباس ورأس الميعاد، لأن الكل في ولاد جلال يرى في هذه الهبة نداء تقتضيه المصلحة العامة التي تنشر طابع مختلف، بحيث أن المؤسسات التربوية عندما نقوم على قيامها ونأتي من أجل تنظيف هذه المناطق، يعني هذه جد مشاركة جد مشرفة، فبحيث يعني من واجب كل تلميذ أن يشارك.
المؤكد أيضا أن الكل عازم على إبقاء الحملة سنة حميدة لتنشئة جيل يقدس القواعد البيئية. كما تلاحظون هناك تضافر جهود كبيرة من جميع الطواقم الإدارية والطواقم التربوية وحتى هيئات أولياء التلاميذ، وكذلك جميع شرائح المجتمع راهي تشارك معنا في هذه الحملة، وسوف تستمر هذه الحملة إلى غاية نهاية السنة الدراسية. النظافة من الإيمان، هكذا أجمع من صادفناهم اليوم، والعزم يحذوهم لوضع أبنائهم في أريحية تحسبا لانطلاقة دراسية نظيفة ومريحة. مواصلة لجهود مصالح الأمن الوطني الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، تمكنت مصالح والشرطة القضائية لأمن ولاية البويرة خلال هذا الأسبوع من ضبط 46 قنطارا ونصف قنطار من المواد الغذائية الأساسية العدس الأرز الفاصولياء، كانت موجهة للمضاربة مع توقيف 6 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية تسعى للاحتلال وضرب القدرة الشرائية للمواطن. دوليا، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميسورا أول أمس بمدينة الداخل المحتلة مع ممثلين عن جمعيات حقوقية صحراوية، طلعوا على تصاعد وتيرة القمع المغربي بحق المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة، وأكدوا له على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية وأشكال الحرمان من ممارسة الحريات الفردية والجماعية من تعبير وتظاهر وتغول أجهزة ومؤسسات الاحتلال المغربي في تعاملها بأقصى أشكال القمع ضد الصحراويين ومنعهم من التعبير الحر. كما كشفت الجمعيات الصحراوية للمبعوث الأممي عن مخطط الاحتلال المغربي في مدينة الداخل المحتلة من خلال مشاريع اقتصادية لمستثمرين مغاربة ودول ومنظمات تستهدف نهب ثروات الشعب الصحراوي. في المغرب هلك 296 شخصا وأصيب 153 آخرون إثر زلزال عنيف ضرب ليلة أمس المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد في حصيلة أولية. الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على سلم ريشتر تركز بشكل أساسي حول محيط إقليم الحوز جنوب غربي مراكش، أين سجلت أثقل حصيلة للضحايا. في الهند تفتتح اليوم أشغال قمة دول مجموعة العشرين وسط خلافات متنامية بين القوى العظمى وبخاصة حول الملف الأوكراني ومعضلة التغير المناخي. القمة التي يغيب عنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ يرتقب أن تتوج باتفاق حول مشروع نقل ضخم يربط الهند بأوروبا من خلال خط بحري وآخر حديدي، إضافة إلى تبني اقتراح يتم بموجبه منح الاتحاد الإفريقي صفة العضوية الدائمة داخل المجموعة. في الرياضة، استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وذلك بعد تعادله السلبي في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. التدريبات عرفت حضورا كامل التعداد على غرار اللاعبين المصابين باندماج كل من رامي بن سبعيني وبغداد بنجاح وسفيان فيغولي مع المجموعة، تحضيرا للمباراة الودية المنتظرة يوم 12 من الشهر الجاري أمام المنتخب السنغالي بالعاصمة داكار. ختام نشرتي الصباحية، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موجز التاسعة بحول الله، إلى اللقاء.